بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية مصطلحات. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى مصطلح مانيبولاسيون. مانيبولاسيون طبعا كلمة مانيبولاسيون سي لاكسيون دو مانيبولي. مانيبولي المقصود بها أرونجي يعني أنك ترتب أو تعالج. مالي يعني أنك تمزج أو تخلط شيئا أو تعني بيتخير افيك لا مان يعني أنك تعجن باليد. بيتخير نتكلم أحيانا عن لاباط. لاباط يعني العجين ومنها فعل بيتخير فعل عجنة ومنها فعل عجنة اللي هو بيتخير. بيتخير افيك لا مان إذن تعجن باليد مانيبولي ومنها لا مانيبولاسيون. إذن لا مانيبولاسيون سي لاكسيون دو مانيبولي كيلكو شوز ان اوبجي ان اباراي. لا مانيبولاسيون هي عملية تقليب شيء. طبعا كلمة شوز يعني شيء. اوبجي ممكن ان تعني شيء ممكن ان تعني هدف ولها معاني اخرى طبعا. ثم كلمة اباراي. كلمة اباراي يعني جهاز او آلة. اذا اكسيون دو مانيبولي كيلكو شوز ان اوبجي ان اباراي يعني هي عملية تقليب شيء او جهاز. أنك تأخذه باليد تبدأ في تقليبه وفحصه مثلا. إذا نتكلم عن فعل مانيبولي ومنها لا مانيبولاسيون. إذا نقول مثلا لا مانيبولاسيون دو سي سوبستانس اي دونجوروز. لا مانيبولاسيون دو سي سوبستانس اي دونجوروز. لا مانيبولاسيون دو سي سوبستانس اي دونجوروز يعني تقليب هذه المواد هو خطير. تقليب هذه المواد باليد ومسها باليد أو معالجتها باليد أو عجينها باليد. إذا نتكلم عن كل هذه الأشياء أنها تدخل في فعل مانيبولي. إذا مس هذه المواد أو تقليبها أو فحصها إلى آخره إذا هو خطير. إذا نتكلم عن لوفر مانيبولي ومنها لا مانيبولاسيون. لا مانيبولاسيون دو سي سوبستانس اي دونجوروز. ثم مانيبولاسيون ممكن أن تعني سبيسياليتي. سبيسياليتي يعني تخصص دي بريستيديجيتاتور كي غراس ا سا سول ديكستيريتي في اباريتر اي ديسباريتر دو بيتيز اوبجي بياس دو موني كارت ا جوي موسكاد يعني نوع من الفواكه. سبيسياليتي دي بريستيديجيتاتور. سبيسياليتي دي بريستيديجيتاتور تخصص كما نقول ساحر. لا نتحدث عن الساحر الذي يدعي الارتباط بالجن. نتكلم هنا عن الساحر الذي يقوم بإظهار بعض الأشياء ثم إخفائها بخفة وبراعة سرعة يده مثلا وبسرعة حركاته. إذن هذا هو الذي نسميه بريستيديجيتاتور. إذن سبيسياليتي دي بريستيديجيتاتور كي غراس ا سا سول ديكستيريتي. إذا نتكلم عن تخصص ساحر الذي يلعب ببراعة يده إلى آخره وبسرعة حركته. كي غراس الذي بفضل أساسول ديكستيريتي الذي بفضل مهارته ديكستيريتي. ممكن أننا نقول أبيلتي. أبيلتي يعني مهارة. انتليجنس أو ذكاء. نقول مثلا il organise ses affaires avec dexterité. Il organise ses affaires avec dexterité. يعني هو ينظم أو يرتب أدواته بذكاء وببراعة. إذن كما قلنا مانيبولاسي ممكن أن تعني action de manipuler quelque chose, un objet, un appareil. نقول كما قلنا la manipulation de ces substances est dangereuse. وممكن أن كلمة manipulation تعني spécialité. ممكن أن تعني واحد تخصص de prestidigitateur للساحر. كي غراس أساسول ديكستيريتي الذي بفضل براعته في أباغيتر اي ديسباغيتر يعني أنه يعمل على إظهار وإخفاء. أباغيتر هي أظهر. ديسباغيتر يعني أخفى. كاشي يعني أنك تخفي شيئا في جيبك وهو موجود. في أباغيتر اي ديسباغيتر دو بوتيز أوبجي يعني الذي يعمل على إظهار وإخفاء أشياء صغيرة. بياس دو موني عملات نقدية. كارت أجوي أو ورقات اللعب. ميسكاد هذا نوع من الفاكهة يسمى ميسكاد. إذا نتكلم عن هاد
التخصص يسمى أيضا مانيبيلاسيون. طبعا كما نلاحظ بأن هذا المعنى هو أيضا مرتبط باليد، بعمليات نقوم بها باليد. ثم في المعنى الثالث أكسيون دو سوميتر كلكو شوز أديز أوبيراسيون ديفيرس، يعني هي عملية أن تخضع شيئا لعدة عمليات، عملية إخضاع عدة أشياء لعدة عمليات تقوم بها، لعدة عمليات تنجزها، ديفيرس مختلفة، en particulier بالخصوص، dans un but de recherche بالخصوص بهدف البحث و d'apprentissage أو للتعليم، يعني أنك تقوم بإخضاع شيء لعدة عمليات تقوم بها بهدف البحث أو التعليم. faire des manipulations de phrases، إذا هذا الذي نجده في الغالب عندنا faire des manipulations de phrases، faire des manipulations de phrases، أنك تفعل عدة كما لو نقول فحوصات أو ترتيبات إلى آخره على الجملة، تقوم بعمليات على الجملة، إذا نقول faire des manipulations de phrases. كلمة manipulation ممكن أن تعني أيضا action de procéder à des opérations frauduleuses sur des chiffres، des données pour obtenir un résultat plus favorable. Action de procéder à des opérations frauduleuses. هي عملية مباشرة أو إجراء. عملية مباشرة أو إجراء. إذن هذا المعنى ديال الفعل procéder. Action de procéder à des opérations frauduleuses. يعني هي عملية إجراء عمليات. يعني أنك تقوم بواحد العملية. نتكلم عن أوبيراسيون. مثلا عملية جراحية. أوبيراسيون. chirurgical، opération chirurgical يعني عملية جراحية. نتكلم مثلا عن opération mathématique، يعني نتكلم عن عملية رياضية، opération mathématique، إذا عملية رياضية. إذا كما تلاحظوا بأن كلمة opération تأتي أيضا في معاني. عندنا هنا كلمة manipulation تعني action de procéder à des opérations frauduleuses، يعني هي عملية الإقدام على عمليات frauduleuses. تأتي من كلمة فخود، فخوديلوز تأتي من كلمة فخود. الفخود المقصود بها الغش أو الخداع أو التدليس. إذن هنا أوبيراسيون فخوديلوز، إذن نتكلم عن عمليات غش، كما لو نقول هنا عمليات غشية. سور دي شيفر على أرقام، دي دوني على معطيات، بور أوبتونيغ أن ريزولتا، بور أوبتونيغ أن ريزولتا بلو فافورابل، للحصول على نتائج أكثر مرضية كما لو نقول مرضية بشكل أكبر، بلو فافورابل مناسبة بشكل أكبر. مثلا نتكلم عن مانيبيلاسيون إلكتورال، الغش الانتخابي، يعني في الانتخابات في بعض الحالات أنهم تزيدوا الأوراق ديال واحد الجهة باغينا تربح. في بعض الحالات الناس المسؤولين على صندوق الانتخابات أنهم تلعبوا على الأرقام، يزيدوا فيها أو يغيروا فيها باش تظهر واحد النتائج باغاها واحد الجهة معينة. Action de procéder à des opérations frauduleuses sur des chiffres. إذا نتكلم عن كلمة manipulation التي ممكن أن تعني في معنى آخر Action de procéder à des opérations frauduleuses sur des chiffres. إذا هي عملية إجراء، عمليات غشية على أرقام، دي دوني على معطيات. عندنا واحد المعطيات بأن هذه الجهة، عندنا معطيات تقول مثلا بأن هذه الجهة تتفوق على جهة أخرى. إذا نتكلم عن دي دوني، إذا عندما نغير في هذه الأرقام أو نغير هذه المعطيات من أجل ماذا؟ pour obtenir un résultat plus favorable، للحصول على نتائج أكثر ملائمة. إذن كما قلنا مثلا نقول manipulation electoral، طبعا نتكلم على الإلكسيون، انتخابات أو الاقتراع. إذن electoral كما لو نقول اقتراعية أو انتخابية. أيضا كلمة manipulation ممكن أن تعني action d'orienter la conduite de quelqu'un d'un groupe dans le sens qu'on désire et sans qu'il s'en rende compte. Action d'orienter la conduite de quelqu'un d'un groupe dans le sens qu'on désire. إذن هي عملية توجيه، لا كوندويت يعني
السيرة أو المعاملة دو كيلكا لشخصين دان غروب لمجموعة أشخاص دون لو سونس في اتجاه فواحد الاتجاه كون ديزير الذي كون ديزير الذي نرغبه. إذا نتكلم عن جهة ما ترغب توجيه مجموعة أشخاص أو شخص في اتجاه معين اي سون كيل سون روند كونت وبدون أن يأخذ له حساب وبدون أن يحسب له حساب. إذا نتكلم عن شخصين يتم توجيهه بدون أن يشعر أو نتكلم عن مجموعة أشخاص يتم توجيههم بدون أن يشعروا وهذا يحصل كثيرا. نقول مثلا la manipulation de l'opinion publique أحيانا نسمع بعض الأخبار فيتوجه لها الرأي العام كله ويكون الهدف مثلا من هذا هو أنه يراد لهذا الرأي بأن لا يعرف خبرا ما مثلا. إذن نتكلم عن la manipulation de l'opinion publique إذن نتكلم عن توجيه الرأي العام توجيهه عن طريق الإعلام غالبا إذن في اتجاه معين. إذن action d'orienter إذن نتكلم عن action d'orienter la conduite de quelqu'un إذن هي عملية توجيه سيرة أو معاملة شخص ما d'un groupe أو معاملة أو سيرة مجموعة أشخاص dans le sens qu'on désire dans le sens qu'on désire في المنحة أو التوجه qu'on désire الذي نرغبه. نحن نريد مثلا لهذا الرأي العام أن يتوجه في هذا الاتجاه ولا نريده أن يتوجه في هذا الاتجاه أو نريد لهذا الشخص بأن يفكر في هذا الاتجاه ولا يفكر في هذا الاتجاه. إذا نتكلم عن manipulation et sans qu'ils s'en rendent compte وبدون أن يأخذوا له حساب. المقصود بأن هذا الأشخاص الذين يتم توجيههم أو الشخص الذي يتم توجيهه يعني أنه لا يأخذ انتباها للأمر يعني الأشخاص لا يعرفون بأنهم موجهون. نتكلم هنا على manipulation de l'opinion publique. إذن طبعا هذا يحصل في الشعوب العربية بصفة عامة وأيضا حتى في الدول الغربية يحصل هذا، لكن هذا الأمر طبعا تأثيره يختلف حسب اختلاف درجات الوعي في هذه الشعوب. أيضا كلمة manipulation ممكن أن تعني exercice au cours duquel des élèves, des étudiants ou des chercheurs réalisent une expérience. L'expérience elle-même. إذا نتكلم هنا عن exercice، نتكلم عن تمارين au cours duquel des élèves التي أثناءها التلاميذ. إذا نتكلم هنا عن تمارين أو ممارسات exercice au cours duquel des élèves التي أثناءها التلاميذ des étudiants أو طلبة أو des chercheurs أو باحثون réalise une expérience يعني أنهم يحققون تجربة. إذا نتكلم عن تلاميذ أثناء تمرين أو ممارسة تجريبية طبعا أو طلبة أو باحثون أنهم أثناء هد الممارسة يحققون تجربة. إذن هذه تسمى أيضا manipulation. أيضا l'expérience elle-même ثم التجربة نفسها تسمى ممكن نسميها manipulation. إذن طبعا تنقوم بواحد التجربة باليد سواء كنا تلاميذ طلبة أو باحثون. إذن هذه العملية تسمى manipulation. كلمة manipulation ممكن أن تعني technique thérapeutique médicale. كلمة manipulation ممكن أن تعني تقنية علاجية طبية technique يعني تقنية therapeutique relatif au traitement des maladies. إذا نتكلم عن شيء نقول عنه therapeutique المقصود به relatif au traitement des maladies يعني عنده علاقة بالعلاج الطبي relatif au traitement des maladies. إذا نتكلم عن علاج الأمراض المقصود أنه عنده علاقة بعلاج الأمراض. عندما نقول عن شيء بأنه ثيرابوتيك نصفه بأنه ثيرابوتيك المقصود به relatif au traitement des maladies يعني أنه عنده علاقة بمعالجة الأمراض يعني عنده علاقة بمعالجة الأمراض.
والتعامل معها. إذن هنا نتكلم عن تكنيك. إذن هنا لا مانيبيلاسيون المقصود بها في معنى آخر تكنيك ثيرابوتيك ميديكال. إذا نتكلم عن تقنية علاجية طبية شيريرجيكال. شيريرجيكال غولاتيف على شيريرجي يعني عنده علاقة بالجراحة، إذا متعلق بالجراحة غولاتيف على شيريرجي. إذا كما قلنا بأن لا مانيبيلاسيون ممكن أن تعني في معنى آخر تكنيك ثيرابوتيك ميديكال شيريرجيكال أو دو سيرتان ميدسين باراليل أو لبعض الطب الموازي. نتكلم هنا عن الطب الموازي، مثلا الطب الشعبي أو الطب التقليدي مثلا أو دو سيرتان ميدسين باراليل أو لبعض الطب الموازي كونسيستون أموبيليزي يعني أنه يتعلق الأمر ب أموبيليزي أنك تحرك افيك لي ما باليد اون بارتي دو كور يعني انك تحرك باليد جزء من الجسم مثلا تقوم بالتدليك او شيء من هذا القبيل اون جينيرال اون ارتيكولاسيون. في العموم يتعلق الامر عند هاد الطب الموازي بما نسميه لارتيكولاسيون. طبعا كلمه ارتيكولاسيون المقصود بها ديسبوزيتيف دو كور، طبعا عندها معاني اخرى لكن الذي يهمنا هنا أن تعني هذا المعنى dispositif du corps par lequel deux ou plusieurs os se meuvent les uns par rapport aux autres. كلمة articulation ممكن أن تعني dispositif du corps par lequel deux ou plusieurs os se meuvent les uns par rapport aux autres. يعني نتكلم عن إمكانية dispositif du corps كما لو نتكلم عن إمكانية الجسم يعني أنه عنده واحد المعطى. الجسم عنده معطى، نتكلم عن جسم ما عنده معطى. ما هو هذا المعطى؟ par lequel deux ou plusieurs os. إذا نتكلم عن معطى par lequel الذي من خلاله، المقصود الذي من خلال هذا المعطى deux ou plusieurs os يعني واحد أو اثنان عظم. نتكلم هنا عن عظمين أو أكثر، نتكلم عن عظمين أو عدة عظام أو مجموعة عظام سموف يعني أنها تتحرك لزان بارابور أوزوتر يعني أنها تتحرك الواحد بالنسبة للآخرين، يتحرك عظمون بالنسبة لبقية العظام. إذا نتكلم هنا عن التمفصل يعني ممكن أنا أحرك ذراعي فأتني ساعدي مثلا، إذا هذه الحركة ممكن تسمى أرتيكولاسيون. إذا هذه الحركة هي الأرتيكولاسيون يعني أن الجسم عندي له إمكانية تحريك هذا العظم بالنسبة لبقية العظام. عندما أثني رجلي فعندما أمشي مثلا أو أثني رجلي فهذا لن يكون إلا بعملية التمفصل par l'articulation. l'articulation يعني التمفصل يعني أنك تحرك عظما بالنسبة لبقية العظام. طبعا إذا كان هذا العظم لا يتحرك لا يستطيع الحركة بالنسبة لبقية العظام طبعا فأنا لن أستطيع الحركة. طبعا كل الحركات التي نقوم بها أو يقوم بها كل كائن حي فهي تكون بهاد الارتيكولاسيون dispositif du corps par lequel deux ou plusieurs os se meuvent les uns par rapport aux autres. إذن كلمة manipulation في هذا المعنى الآخر تعني تكنيك ثيرابوتيك ميديكال شيريرجيكال أو دو سيرتان ميدسين باراليل consistant à mobiliser avec les mains une partie du corps en général une articulation. يعني أن المريض لا يستطيع تحريك مثلا يده أو رجليه لأن المفصل لم يعد يشتغل كما ينبغي. إذن في هذه الحالة عموما يلتجئ المريض عند الطب الموازي. إذن فتكون هناك تقنية تعتمد على اليد على التدليك مثلا أو تحريك اليدين أو الرجلين إلى آخره. إذن هذه العملية ممكن أن نسميها مانيبيلاسيون. إذن كما تلاحظوا بأن كلمة مانيبيلاسيون لها عدة معاني كلها ترتبط بعملية تنجز عن طريق اليد. إذن نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.